كابتن سيد ليك تعليق على موضوع المترجم بتاع الاهلي؟ الاهلي ما بيهزرش، ما بستناش نهايه الموسم حتى. بص بامانه اكيد في كواليس بعيد عن الكواليس، انا كابتن اول ما اشوف الجمهور بينده هو عمال يعمل للجمهور ويروح للجمهور يجنده، ده تخطى صلاحياته وراجل مترجم. تتكلم جد؟ اه والله يا كابتن. يمكن يعني انا قبل كده اعترضت على بوستاته وعملها لو تتذكر، واتكلمت عنها لا كتير. لا سيبك من بوستاته، بس هو لو الجمهور نده لحد وراح له دي ما فيهاش مشكله. لا يا كابتن المترجم في الاخر ماشي، بس لو الجمهور انا ما اعرفش اسمه سيد. ايوه يعني معناها انه بدا تبقى ليه، هيروح يشجع الجمهور اذا كان انا نفسي ما اعرفش اسمه. ما كابتن يعني اقصد انه بدات ياخد ادوار. امال محسن طنطاوي ده كان يتعمل له يا ايه يا كابتن؟ يعني مثلا عمرو محب، كان الدكتور عمرو محب كان هو كان المترجم من وقت ما كان كارتيرون في الاهلي صح، وبعدين مع موسيماني كان عمرو محب ومش عارف مع سوارش متهيألي كمل ولا لا، كان موجود مع سوارش كابتن. مش كده الحاج محسن طنطاوي انت حسيت بعمرو محب خالص؟ لا ومحسن طنطاوي ده يعني انت عارف ده رئيس نادي السياره طبعا 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 ده كان مترجم لفايتسا الالماني وكان عاملها حب لصالح سليم والاهلي، ما كانش بياخد عليها اجر سنتين ثلاثه. مره غاب يوم غاب، فجبنا واحد من اللي هو بيقول انا اعتقد بيترجم ايه حرفيا بتوع الكره. الراجل قعد فايسا يخبط فينا في المحاضره وفي طاهر ابو زيد ويشتم فينا بالالماني، الراجل ترجمها حرفيا فعمل لنا مشكله. محسن كان يقول لك ايه انا بغربل لانه بتاع كوره وبديكوا الحاجات، هو الراجل لا فاهم فمش هقول. فالراجل جابوا الراجل المترجم اللي بيقولها في الكوره ما تنفعش. أنا اسمي محمد عبد الكريم. أنا اسمي محمد عبد الكريم وأنت لازم يا طاهر ما ترقصش كتير لأن أنت كده مش هتلاعب إيه؟ لا تراوغ. لا تراوغ يا أخ طاهر ولا تجادل. عارف أنت معامل يقول لك الترجمة في معامل أنيس عبيد؟ أيوه هي دي. مرة قلنا في الإسماعيلي كده برضه. أيوه. مترجم كان لغة عربية. كان عندنا باتريس نوفو مدرب فرنسا عارف فكان جابوا كان شعره خفيف كده جابوا مترجم في الاول كان مدرب كبير ده على فكره جدا منتخب الكونغو بس عصبي جدا، فهو المترجم اللي جابوه من اسماعيليه وقتها فدخل بيترجم اول يوم، فالراجل عصبي وعمال يتكلم في حاجات وغلط في لعيبه كتير، فتعمل ترجم وزي ما كابتن عبد الجليل كده بيتكلم باللغه العربيه كمان بقى. انت لاعب كذا نعم اجري اجري ورا الكوره في حاجات مزك عارف انت زمان طبعا اتقلبت المحاضره كوميديا يعني بصراحه اركض كان زمان في اطلس، فاكر اطلس بتاع زمان ده كنا نقعد نترجم منه القواميس بتاعت زمان طبعا لعيبه الكوره ما يعني مالهاش في الكلام ده. لا بس المترجم بس الاهلي ما هزرش، اول ما المترجم خد لانه كمان دخل في سكه انه الاهلي عايز يمشيه مش عارف، اصل كله متمسك بيه يا انا يا هو يا يمشي معايا ما يمشيش، ده بدات الموضوع ياخد واللعيبه اشتكت اصله بيسرب حاجات. لا هو فاكر يعني بدات تطلع حاجات الاهلي. انا بقول وهو زي ما قال لك سيد في كوارث حصلت كتير وان الاهلي عداها لغايه لما في الجلسه الاخيره دي على طول الكابتن خطيب قال لك مش هيكمل في حاجات في الاهلي. اوعى تفكر ان انت اكبر من النادي ايا كان انت مين، يعني كلاعب كحد في الجهاز كحتى مدير فني كاي حاجه، لا هو انت اسم النادي جمهور هتفلك خلاص بقى عندك حصانه يعني. كابتن عادل القيعي طلع قال جمله يعني قال لك الجمهور جمهور لا ما ينفعش يدخل في شغل الاداره، انت ليك البطوله تيجي جبنا مين ما جبناش مين عمل ده شغل اداره. بيعجبني في الكابتن عادل انه يعني في ناس تخاف تقول جمله زي دي. هو الموضوع برضو صح ماشي في السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا هي دلوقتي بقت يعني متحكم. عايزين نجيب لعيبه على فكره طبعا طبيعي جدا اي نادي يجيب لعيبه، بس يجيب اللعيبه المناسبه بالنسبه لك اللعيبه اللي هتفيدك. جمهور عاطفي شويه يعني بس غريبه قوي ان عادل كده يطلع يقول الكلام ده دلوقتي. قال بوضوح وانا عرفت ان اتقال ان لعيبه الاهلي ما كانش حد قال لها ما تروحش تتحايل. لا هو عشان يوم منتخب مصر خسر 6 يعني قال لك انت بص عشان يبقى للامانه برضو اتقالت روايتين. ايوه اتقالت روايه ان الجمهور اتكلم على مجلس الاداره وهتف ضد مجلس الاداره وشتم وبتاع، فبالتالي اللعيبه رفضوا اللعيبه تروح للجمهور. دي انا استعجبت دي روايه. الروايه الثانيه ان منتخب مصر من ساعتين ثلاثه خسران 6 فاحتفل في اوضه اللبس. دي روايه ثانيه برضو عشان نكون بدل يكون منصفين. بس انا عادل القيعي عمره ما طلع هاجم الجمهور كده او قال لك مش هجوم، قال لك يا جماعه كل واحد ليه دور دور
انا انت حاسبني لو ما خدش الدوري ازعل وحاسبني وانتقد، لو ما خدش مش كسبان دوري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر وكسبان كل البطولات دي وانت بتهاجمني عشان لعيب ما جبتوش او جبته. ايوه يا كابتن، ما احنا طول عمرنا الجمهور بيهاجم، ما حدش بيجيب سيره الجمهور، الجمهور ده حر يعمل اللي هو عايزه. اشمعنى عدل قاعد السوشيال بالظبط صعبه يا كابتن دلوقتي، انما طول عمر زمان جبنا ما جبناش خدنا ما خدناش، الجمهور ده حاجه والاداره دي حاجه. وبقت في ناس يا كابتن من السوشيال قراراتها بتتاثر بغصب عنها. ايوه يعني من كتر ما السوشيال دايس, دايس 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 والترندات والناس عماله تكلمك وبتاع، ممكن قراراتك تتاثر. وده انديه كبيره يا كابتن، في انديه يعني كبيره ما بتجيبش لعيبه عشان الجمهور بيزول. طب انا بقول لك فالاداره اداره، يعني لازم الاداره كده.